ولتسليط الضوء على محاولات تقسيم ناحية النخب وضمها أو فصلها عن الأنبار، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرمادي بمحافظة الأنبار الصحفي العراقي فاروق القيسي. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. ما الذي يجري حاليا في ناحية النخيب بمحافظة الأنبار؟ نعم، حقيقة ناحية النخيب شرقي الأنبار تشهد حاليا عمليات تجهيز بنية تحتية كبيرة، حيث تم حفر أكثر من 150 بئر للمياه الجوفية في منطقة الغابات تحديدا. نعم، والآن الآن تقام شبكات الطاقة الكهربائية، محطات للطاقة الكهربائية على طول الطريق الممتدة لمسافة تتجاوز 200 كيلو متر. يعني هذه العمليات تتم برضا وبموافقة من محافظة الأنبار، يعني نعم، من المحافظ ونائبيه والمسؤول. في هذا السياق يقول البعض إن ما يحدث حاليا جاء باتفاق بين محافظ الأنبار علي فرحان ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، حقيقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يريد أي فتات منصب سياسي ويريد أرضاء الكتل المتنفذة وبقرار إيراني بأي وسيلة من الوسائل. يعني ما يجري فعلا في ناحية النخيب هي عملية فصل لهذه الناحية التي تتبع إداريا لمحافظة الأنبار، عملية فصل لها أهداف أمنية، أهداف سياسية على المستوى البعيد، أهداف تغيير ديموغرافي، أهداف تتفق مع رؤية ومع يعني مع مطامع الميليشيات في تلك المنطقة. نعم، إلى أي مدى يعتبر ما يحدث حاليا في ناحية النخيب أو يندرج ضمن عمليات تغيير الديموغرافي الجارية في العراق منذ عام 2003؟ نعم، على خطى جرف الصخر وعزيز بلد وغيرها من المناطق، الآن عيون الميليشيات تتجه نحو ناحية النخيب بموافقة ومباركة وتواطؤ من محافظ الأنبار علي فرحات ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أجل إرضاء الكتل الحاكمة التي تريد فعلا، يعني بقرار من الميليشيات تريد فعلا، بدأت الآن بتمليك عملية تمليك هذه الأراضي الزراعية لمزارعين هم من محافظة كربلاء. طبعا ناحية النخيب هي عقدة مواصلات، يعني بين الطرق الممتدة نحو الأردن محاذية لمدينة عرعر السعودية، لها موقع استراتيجي هام. نعم، وبقاؤها في ناحية الأنبار يعني يشكل إزعاج للميليشيات التي تريد أن تبني لها موطأ قدم لأبعاد إقليمية، تريد أن تحولها إلى جرف صخر ثانية. وصراحة إذا لم يتم الوقوف بشكل حازم تجاه هذا المشروع قد نشهد الخطوة اللاحقة تصل إلى حتى قضاء الرطبة من محافظة الأنبار، يعني ستسلخ مناطق كثيرة من محافظة الأنبار باسم تحت مسمى تغيير إداري، ولكن له أبعاد خطيرة على مستوى التغيير الديموغرافي وعلى المستوى الأمني. نعم، الذي يخدم الميليشيات ويخدم المشروع الإيراني صراحة. شكرا جزيلا لك الصحفي فاروق القيسي، حدثتنا عبر الهاتف من الرمادي، شكرا جزيلا لك.